هتدفعهولي انت والله امك. لا يا بابا، رايحين على فين؟ يا بنت اصبري، ما انا هقول لك اكيد. مش شايفاني بتخانق مع البهيمه دوت؟ يا بابا عندي شغل في المكتب. خلاص يا هبه، مش هاخدك معايا، رجعنا يا ابني. مش هسيبك، بس عايز افهم. هفهمك يا حبيبتي، انا دلوقتي راح اشتري ارض. ارض ايه؟ الله يلا. راح اشتري مكان كبير. مكان كبير قوي قوي قوي. وبعدين المكان ده بقى في اسمه ايه ده؟ اسمه البتاع اللي فيه محلات كتيره ده، فوق وتحت. مول 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 عليكي. انا بقى هاخد المول ده بقى في التجمع. كويس. في التجمع الخامس. طيب. هاخد انا بقى الدور التحتاني كله، اعمله فرع للمحلات بتاعتنا. سوبر ماركت. سوبر ماركت. سوبر ماركت كبير. وبعدين يا حبيبتي، ما سالتنيش بقى انا عايزك ليه معايا؟ ليه؟ ليه؟ اقول لك انا. قول. في حاجات رهيبة انا ما بفهمهاش. وصاحب المول ده يا حبيبتي شركة أجنبية. وكل الناس اللي هناك شبهي كده. اتقنتكين. وبيتكلموا زي كده بالظبط. بيعطونه يعني ايش انجليزي، ايش فرنساوي، ايش ايطاليانو. انا عايزك بقى عشان افهم يا حبيبتي. ماشي يا حبيبي. ماشي يا بابا. يا ابني انت يخرب بيتك، خلي بالك من الفرامل. الواد ده انا هجيب له حنطوره علشان كل شويه اقول له شيء وحاط. يلا بينا بقى. موافقه؟ موافقه. ولا بلاش افهم؟ افهم. جميل. ترد يا مريم. شوف امه وقفين. دي هيكون مين يعني؟ دي عميله، دي زينب. هات التليفون. لا مش هديك التليفون. هات التليفون، فرجهولي. هات التليفون. فين الرساله؟ هتكون فين يعني؟ عندك. انت مسحتها يا زباله يا قذر. مسحت ايه ليكي بغبائك وانت بتشد الموبايل؟ مسحتيها. اتصلي بزينب. مش متصل بزينب. اتصل بزينب يا امجد يا زباله. شت ولا كلمه، لازم تثق فيا بقى وتصدقيني. مش كده. اثق فيك ايه وانت كل حركاتك وسخه زيك؟ شت، وطي صوتك. ادم يسمع. ادم يسمع؟ طالما خايف عليه قوي كده ما توسخش صورتك قدامه. يا اخي خليه لما يكبر يشوفك محترم بدل ما انت زباله ووسخ. كفايه عرف بقى، انا زهقت منك. عرف لما يعرفك ما تمدش ايدك عليا. وسيب ايدي. مش هسيب ايدي. سيب ايدي اللي اهلك ما عرفوش يربوك يا زباله. اوعي تجيبي سيره اهلي يا بيع واطي. لا يا زباله، امك ما مشاك يا حيوان. خلاصي بقى. بس يا حيوان يا زباله. ازاي بركات مطلع الشغل ده؟ استحاله. يخرب عقلك يا بركات. بركات ايه؟ انت بتقول ايه؟ عيب عليك تقول الكلام ده، ده طلعان عيني في الاغنيه ديت من اولها لاخرها، اشتغلت على كل حاجه. تقولي بركات؟ ايه الاغنيه دي هتضرب وهتشوفي. تضرب؟ يا نهار ابيض. طب بقول لك ايه بقى، استنك الصوت مع الصوره عشان عايزين نخلص، انا تعبانه وميته. حصل. تمام. تضرب. نهار اسود لو ضرب. وعمره ايه بقى تضرب دي؟ تضرب. السلام عليكم يا بنتي. تحت امرك يا فندم. والله احنا عندنا ميعاد مع الاستاذ. الاستاذ كريم. اقول له مين حضرتك؟ الحاج عبد الرازق خليل يا بنتي. مستر كريم؟ الاستاذ عبد الرازق خليل. الحاج عبد الرازق خليل. انا مش استاذ. بابا بس معلش، هو بيحب كده.
اتفضل يا حاج، هو في انتظاركم. ميرسي. يلا يا بنتي. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا بيك يا ابني. يا استاذ كريم، اقدم لك يا سيدي هبه بنتي اللي هيبقى المكان باسمها. ازيك يا كريم يا زهر؟ ازيك يا هبه، عامله ايه؟ فينك؟ موجوده. 7 سنين اكتر. كريم كان زميلي في الجامعه يا بابا. الجامعه الامريكانيه. على كده انتوا تعرفوا بعض. ده مش كده وبس، دي بنتي كمان اسمها هبه. مش كده بقى يا ابني، شوف كده هتنزل لي قد ايه من سعر المتر. انا تحت امر حضرتك يا انكل. وانت عامله ايه وفين؟ موجوده وعندي بزنس لطيف ما شاء الله. ايه؟ ورود، عندي محل ورود اسمه توليب. انا مراتي بتجيب حاجات كتير من عندك على فكره. والله؟ طب ابقى قول لي عشان اختمها. اكيد. وحياتك يا ابني، نتكلم في الشغل. وحيات والدك الشغل. وانت لك حساب معايا، الحق عليا ان انا اخدتك معايا. قول يا ابني، قول قول. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه بالمكان والعقد وطريقه الدفع والترمز. ترمز؟ ترمز ايه؟ هو احنا ما عندناش انستولمنت، بس انا ممكن اعملها عشان خاطر حضرتك. هو بيحاول يعمل المبلغ على اقساط. اقساط؟ ما تقول كده يا اخي، كده كويس. شوف يا ابني، انا فلوسي كلها محطوطه في بضاعه ومش عايز اتعور من مبلغ كبير زي ده، فوحدك قسمهم لي اقساط ولا شكات الترمس والفول دي. بس خلي بال حضرتك، القسط هيكون كبير شويه. كام يعني؟ يعني المكان اللي حضرتك عايزه قسطه ممكن يكون حوالي 2 مليون كل 3 شهور. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. انا ابني عايز اخلص، انا هدفع 4 مليون كل 3 شهور. لا عايز اخلص. وبلاش هتقدر تغمس في الفول دي. مش كده يا عروسة؟ الواد ده كنت بتحبيه، ها؟ وهو كمان كان بيحبك. انت ازاي لسه ما تعرفيش يا حبيبتي ابوكي؟ انا بص للواحد كده افهمه من جوه جوه على طول. كريم كان ابوه سفير كبير وعرفته في الجامعه، وكان عايز يتجوزني وعرفني على اهله، بس حصلت شويه مشاكل وما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب. انسي يا بنت انسي. ما كملتكيش. انا بقى حبيبتي زي ما بشوف الناس من جوه، في بقى بيعنك للناس للاسف الشديد ما يشوفوش الا من بره بس. دول بعيد عنك بالنسبه لي يا هبه عمري. عارف يا بابا، أه. انا بحبك قوي. يو ويلكم. عشان تعرف ابوكي جي بغلبي بغلولو فرنساوي. انا عايزه بوسه بقى، عايزه بوسه. بوس يا جميل. يا بص قدامك يا خبرتك بنت بتدلعني. دلعي يا اختي، دلعي شغلاعي يا اختي شغلاعي. لا تمشي، لا تمشي، يا ابني بص قدامك وكل عيش. يخرب بيتك. حبيب القلب بابا بابو بابو.